بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. النهاردة هنوضح لكم كيفية تجميع الغذاء الملكات من مناحل غذاء ودواء تحت إشراف الشيخ محمد السومالي. في البداية بنقفص على الملكة لمدة 4 أيام بالطريقة اللي هنشوفها دلوقتي. بنقوم بحبس الملكة تحت القفص زي ما احنا شايفين كده في الفيديو لمدة 4 أيام حتى يتسنى للخلية انها تقوم ببناء البيوت الملكية. هنشوف دلوقتي كيفية تجميع الغذاء الملكي من البيوت الملكية الخاصة بمناحل غذاء ودواء. اتفضل يا باشمهندس، اجمع الغذاء كده ووريهولنا. بنقوم بتجميع الغذاء، انفض البرواز من التير اللي عليه يا استاذنا عشان نشوف نوضح البيوت الملكية. البيوت الملكية زي ما احنا شايفين كده يا جماعة في الفيديو ظهرت قدامنا اهي. هنقوم دلوقتي حاليا العصاية عبارة عن من الخشب لها سن مدبب من احد الجوانب والجنب التاني مبطط. بنقوم بفتح البيت ونزع اليرقة بالسن المدبب بنفس الطريقة. بنروح بعد كده بنجمع الغذاء الملكي زي ما احنا شايفين في عبوات من البلاستيك. وبعون من الله مستعدين لتوفير اي كمية من الغذاء الملكي من مناحل غذاء ودواء داخل جمهورية مصر العربية او خارجها. والفيديو بتاريخ 18/2/2020، والله الموفق.